دكتور جزاك الله خير، أنا فيني شو اسمه مثل الحمى وما أقدر أمشي واجد. وبعدين سويت غسترة لمدة 5 سنين قالوا لي ما في شيء، وكل ما أروح لدكتور خاص دخلوا للعناية المركزة عشان الأجهزة يقول لا عندك اشتباه. كم وزنك؟ مرة رفضت حمارة، تحولت للمستشفى الصدري، عقب ما حولني رجعت للبيت. منيرة مرة خذيت غسترة. منيرة سمعيني سمعيني منيرة، كم وزنك؟ وزني تقريبا 80. كم طولك؟ والله طول ما أدري دكتور ماني حافظ. قصيرة ولا طويلة أنتي؟ لا ماني طويلة. ما أنتي طويلة؟ لا. يعني الأخت منيرة تسأل سؤال يعني جدا إحنا مبتلشين فيها السؤال هذا. سوري. نعم. سؤالك طال عمرك عن 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 الفحمة، عن ضيقة النفس. إيه. هذه شغلة منتشرة عندنا وايد. يعني اليوم. إيه. كمل دكتور ما شاء الله. فالمشكلة عندنا شنو؟ يعني عندنا بالكويت حريمنا عسى الله يحفظهم يعني ما يتحركون، قاعدين بالبيت ويبوا يسوون بالون ومعدة و... ماكو حركة يعني للخدم، قايمين بكل الواجبات، وبعدين ما في يعني رياضة، ما في شيء. فأنا أقول يعني الفحمة مثل ما قلنا قبل شوية ممكن يكون عرض من أعراض ضعف العضلة. زين الأخت منيرة طبعا عاملين لها قسطرة، قال لها ماكو شيء، أنا ما أدري كان عملوا لها سونار شيء عضلة القلب، وغالبا يكون عملوا لها السونار وماكو شيء. إيش منه؟ من عدم وجود لياقة. يعني ضيق النفس مواني 1 من القلب، 2 من الرئة، 3 من عدم وجود لياقة. يعني اليوم أنا اليوم فحص واحدة متينة ما تقدر تمشي خطوتين، خطوتين تفح. إلى درجة إحنا جايكنا أكل شيء طلع 100% من أنظف الشرايين والقلوب اللي شفتها أنا، كلنا يبغى شيلوها ودربوها خلوا تمشي التحرك. زين فكثير من الأشياء تكون لها علاقة بنمط الحياة. لذلك أنا نرجع لكلامنا الأولي، كيف تشخص؟ تسمع، تسمع للإنسان وين جاي، شنو خلفيته، شنو حركته، شنو وزنه، شنو طوله. يعني كل المعلومات هذه تخليك تشخص الحالة عدل. حلو.